القديس يوحنا راد يكتب رسالة إلى واحدة من الكنائس كان بيها شخص اسمه غايوس. فالرسالة الثالثة القديس يوحنا، ما تصور أنتم تقرون رسائل القديس يوحنا، أنتم يمكن بس مفكرين بأنه أكو رسائل القديس بولس، أكو رسائل كلش حلوة تقرون ما عدا بولس، أكو رسائل يوحنا، رسالة يهوذا، رسالة بطرس، رسالة يعقوب، هاي قروها كلش حلوة تعطى للكنائس، خاصة اللي هي بالشتات اللي ما تعرف دربها وين، فتريد تشريع، تريد تعرف. فيوحنا مكسور قلبه دا يكتب الجايوس، دا يقول لك واحد بالكنيسة هو رئيس اسمه ديوتريفوس. ديوتريفوس كان واحد أناني ما حب اليوحنا، وراح يوحنا وطرده من الكنيسة هو وجماعته، قال اللي ما يمشي حسب ما أريد أنا وما يمشي على قراراتي وما يمشي على النظام اللي أمشي عليه هذا ما ينقبل بالكنيسة. كان يعذب اللي ما يريدهم ويطيرهم بأشكال غريبة بأساليب غريبة. فاحترق قلبه القديس يوحنا، كتب رسالة مالته الثالثة، قال إيش قد حلو أنه أنا فرحان بالناس اللي دي يسلكون بالحق بهالكنيسة، بس أنا أبد ما فرحان بهذا ديوتريفوس، لأن هذا كذاب، هذا ما يؤمن بالله، واو رئيس بالكنيسة. كان فرحان يوحنا بغايوس وديمتريوس، هذول الاثنين كانوا يسلكون بالحق بهالكنيسة. فشوفوا بإمكان أن يجي بالكنيسة كخدام، يجي كمؤمنين، ناس هم يحتاجون إلى الصلاح، يحتاجون أن يهتدوا. إحنا همين اليوم خلينا نفكر بهذا الشيء، بأن يسوع يوصينا على المعمودية اللي مو أخذناها بس بالطفولة، المعمودية أنه شلون نعيش مسيحيتنا رغم صعوبات الحياة. وصدقوني اليوم إحنا ضايعين، ما عندنا تشريع، يعني اليوم كثير أكو بنات دي يحبون من غير أديان، دي يروحون يتزوجون، دي يقولون ماكو هيجي شيء، يعني قبل أنتوا أولد فاشن، شفتوا بالعراق كان ما يقبلون وحضارة، هسه هنا كل واحد على دينه. العلم الإنجيل الإنجيل واضح وصريح، خاصة قديس بولس بأن يقول من صار. فتشوفون كواية على ما تستفهم، يراد الكنيسة تشتغل على هالمعمودية وتشتغل على هالكاس، خلي الغير ما يحبنا، خلي الغير يضطهدنا، بس لازم يكون عندنا احنا اتباع العائلة يسوع الحقيقية. ولهذا اليوم خلونا نتأمل بهالجانب، انه كيف تكون كنيستنا حدية قوية تبشر باسم الله، لا تبشر برئيس ولا بمركز ولا بكرسي ولا بأي وظيفة، لأنه كهنوتنا أخوتي وأخواتي ما هو مراتب. كهنوت يسوع يقول مزمور 104 يقول هو على رتبة ملكي صادق، أقسم الله ولن يتنازل، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. شوفوا الكهنوت مال ملكي صادق، ومو كهنوت، مو كهنوت درجات، هو خدمة. امشي ولا تباوع لي ورا، الزم المحراث وامشي، يعني اشتغل، احرث وافلح بأرض الآخرين وخصبها، بس لا تفكر بما أنه أني خادم فلازم الكل يصفق لي ويحترمني ويخليني لي فوق، كل هذه ما لها علاقة، هاي شغلات سووها الأرضيين. بس يسوع يريدنا على رتبة ملكي صادق، ماكو شيء، ماكو درجات، هاي درجات للدرجات، احنا نمشي الخدمة. فكل واحد بينا كاهن وكاهنة، فخلي نتأمل بهالكهنوت اللي مؤسس على كأس يسوع ومعمودية يسوع. هذه هي رموز التلمذة والرسولية الحقة في الكنيسة. لحظات صمت.